إذا ضيق عليك في الرزق قل حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغب. أعيد، إذا ضيق عليك في الرزق قل حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغب. إن قال لك أحد هذا الشيخ مبتدع أين الدليل عليها، قل إن الله قال في حق المنافقين ولو أنهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الرسول مات لا نقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فإذا ضيق عليك قل هذا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، هذا تعليم الله لعباده وأوليائه، جعل الله وإياكم منهم.